السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أدري هالأيام صايرة اللايفات مفاجئة. والله لأن كان المفروض أمس نسوي لايف الأربعاء وأنا قلت لكم إنه ما أقدر، فقلنا نعوضها اليوم الخميس، وإن شاء الله من الأسبوع الجاي نرجع لايفنا الأربعاء مثل ما هو إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم في عندي موضوع خفيف بتكلم فيه، أو تاني إن شاء الله نفتح الأسئلة والأجوبة مثل ما تعودنا كل مرة كلها في لايفاتنا. وكالعادة راح أفضل لكم إن شاء الله لايف بالستوري، اللي هو البداية، الكلمة البداية الخاطرة هذه، أو يعني اللي نسميه، وبعدين نطلع ونرجع مرة ثانية حق أسئلتكم إن شاء الله. موضوع اليوم عن ليش إحنا نصلي أو مو نصلي، ليش إحنا نأدي النوافل بشكل عام، الصلاة وغير الصلاة، شنو فائدتها؟ شنو فائدة ان احنا نسوي المستحبات والنوافل؟ تذكرون الاسبوع اللي فات او يوم الاحد هذا اللي طاف لايف مكة، كان تكلمنا عن ان الدين دخوله في السلم كافة، وتكلمنا عن الطالب اللي درجة نجاح وتفوق، قلنا الدين نفس الشيء، مجالات انك تنجح وتتفوق، قلنا المطلوب انك انت تنجح يعني تسوي الواجبات بكل مجال، في الاعتقادات والايمان، في العبادات، في الاخلاق، في العلاقات، في المطلوب منك الواجب، اذا اديت الواجب والفرض عليك انت الحمد لله في السليم، راح تعدي وتجتاز. يبقى انت بتتفوق بالنوافل، انت حر. هذا اليوم موضوعنا، ليش انا اؤدي نوافل؟ يعني سواء نوافل صلاه او اصوم غير رمضان، ستة شوال ولا ايام البيض ولا اثنين وخميس ولا عاشوراء وعرفه وهذا، ولا اتصدق، ليش؟ الزكاه كافي مثلا يعني، او اني اعتمر مرتين وثلاث واحج اكثر من مره، ليش يعني ليش انا اسوي شيء مو واجب علي، مستحب مو فرض؟ شنو يعني ايش راح استفيد انا؟ راح اذكر ست فوائد سريع ان شاء الله لهذه النوافل اللي نؤديها، وطبعا راح نذكر امثله عليها، اكثرها امثلتها انا بتكلم فيها عن الصلاه، احنا ناخذ الصلاه كنافله صلاه مثال وينطبق عليها كل نوافل العبادات الاخرى والثانيه. ماشي، اول فائده من نوافل أول فائدة من فوائد النوافل اللي هي اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يانا بشيء فرض واجب لابد أن نأدي، ويانا بأشياء سنة يستحب أن نزويها. فلما أنا أدي هذه النافلة، أصلي الـ 12 ركعة مثلا في اليوم، لا أصلي الوتر، أنا متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباعه، وهذه تسجل وتحسب لي عند الله شيء كبير، أني أنا متبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه في البداية. رقم اثنين من فائدة النافلة، الأجر الخاص حق هذه النافلة، يعني قيام الليل مثلا لا أجر بروحه غير أن نافلة، هو يعني عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وكفارة للسيئات ومنهاة عن الإثم، كل هذا حق قيام الليل. مثلا صلاة الضحى تكتب لك، تحسب مثل 360 صدقة وانت رايح. فهذه النوافل هي أصلا كل واحدة فيهم لها أجر وفضل معين راح يحسب لك، غير كونها نافلة لها أجر خاص، فراح تحصل على هذا الأجر الخاص مثل ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا رقم اثنين اللي هو أجر هذه النافلة أنا أحتاجه. أبي رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، يعني صلاة أربع ركعات سنة قبل العصر، أستحق فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة من فوائد النوافل، من فوائد النوافل تكملة الفرائض. مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فينظر في صلاته، فإن كانت ناقصة، إن كانت تامة مشى الحمد لله، إن كانت ناقصة قيل هل لهم النافلة، فيشوفون النوافل فيرقعون فيها الفرائض النقص عشان الفريضة تطلع بصورة حلوة، لأن الفريضة ممكن تكون مخرقة يعني مو كاملة، هذه النافلة تسكر النقص. كثر ما تنفلت كثر ما سديت النقص، واحنا نحتاج النوافل بهالموضوع، نحتاج النوافل على قدر قصورنا في عباداتنا. احنا بالصلاة يا ما طفنا صلوات، خشوعنا مثلا، وايد وايد اشياء يعني ممكن الصلاة ما تكون بالصورة الصح، فهذه النوافل تسد هذا النقص. صيامنا رمضان مو كله صح 100%، يعني اقصد انه في اخطاء صارت، في زلات، في معاصي، فالصيام ما يكون بالضبط، فشو نسوي؟ نصوم نافلة وايد. حجتنا ممكن كان فيها شيء عمرتنا فنعتمر ونحج على اساس ترجع النقص اللي فيه،
الفريضه. وهذا شيء وايد مهم ان احنا نحرص ان الفرض يكون تام عند الله سبحانه وتعالى بأدائنا النوافل. فكثر ما انت تبي ترجع فرضك تنفل زياده. هذه الفائده الثالثه. الفائده الرابعه انك تنال محبه الله سبحانه وتعالى باداء النوافل. احنا قلنا ان اكثر شيء الله يحبه الفرائض الواجبات. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاذا تم الفرائض اللي الله يحبه سبحانه وتعالى بعدين ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فانت كثر ما تؤدي نوافل قاعد تتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر 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 لين توصل مرحله ان الله يحبك. فإذا أحببته عاد أخذ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. كل هذا تحصلها بزيادة النوافل بعد إتمامك للفرائض. إذا رقم أربعة راح تنال محبة الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة من فائدة النافلة دخول الجنة من باب هذه النافلة. يعني شلون أنا أدخل من باب الصلاة في الجنة؟ اللي يدخل باب الصلاة مو اللي يصلي الفروض الخمس، أصلا ما يدخل الجنة اللي ما يصليها. اللي يدخل الجنة من باب الصلاة هو اللي يكثر من نافلة الصلاة بعد أداء الفرائض، والذي يكثر من الصدقة بعد أداء الزكاة هو الذي يدخل من باب الصدقة، والذي يكثر من نافلة الصيام بعد صيام رمضان هو الذي يدخل من باب الريان. وهكذا أبواب الجنة هي للمكثرين من نوافل هذه العبادات. يعني تخصص معروف عن إنسان صاحب صلاة وقيام وكذا يدخل باب الصدقة. معروف أنه ما شاء الله إنسان محسن ومتصدق يدخل باب الصدقة. معروف أنه ما شاء الله كله صايم ويدخل باب الرهن وهكذا. فتبي تدخل أنت دخول خاص الجنة راح تكثر من النوافل عشان تدخل من باب هذه العبادة. رقم ستة وآخر شيء وهي من حقيقة من الأشياء المهمة، بس ركزوا معي إخواني إخواتي. الشيطان يحرص على أنه يخرب عباداتنا، هذا متفقين عليه. زين هو حريص أنه يخرب، يعني أيه أهم عنده، الفرض ولا النفل؟ الفريضة. يعني هو عنده أن يخرب الفروض الخمس أهم من الوتر والضحى والقيام أهم. شو اللي يصير؟ هذه الفريضة زين. نفرض أنك أنت تصلي 12 ركعة راتبة هني، هذا حطيت حاجز، هذه النافلة صارت حاجز بين الشيطان وبين انه يوصل للفريضه. واضح؟ زين الشيطان الحين لو يبي يوصل للفرض لازم اول شيء يسوي لازم يهدم هذا الحاجز. يعني ما يصير الشيطان يقول لك تصلي الظهر والعصر وانت اصلا 12 ركعه ما تهدهم، ما يصير. لازم اول شيء يخلي هذين عندك مو مهمين، هذا الحاجز يخليه مو مهم، تبدي تتساهل في 12 ركعة وتفوت وخلاص. لما يطيح هذا الحاجز دخل على الفرض وبدأ عادي يخليك تتأخر شوية طوف ركعة ما لا 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 تجمع صلاة يتمكن منه. لكن طالما في حاجز هو ما يقدر يدخل على الفرض إلا بعد ما يخلص من هذا الحاجز. با. نعم يبا. هذا مال فهد سعد. إنزي خلاص يلا روح سكبه عشان نخلص أنا مع الناس. يلا سمحة. واضح؟ هذا الحاجز شنو حاجز يسمونه؟ حاجز 12 ركعة. زين انت جيت وقمت تصلي القيام، ايش سويت؟ حطيت حاجز ثاني. قمت تصلي الضحى حطيت حاجز ثالث. قمت تصلي بين المغرب والعشاء وهي ترى من النوافل السنن يعتبر من قيام الليل ها، حطيت حاجز رابع. انت ملاحظ ان ايش سويت في الشيطان؟ صعدت على الشيطان انه يوصل للفريضة. عشان يوصل الفرض لازم يهدم النوافل، يهدم هذه حواجز النوافل بعدين يقدر يوصل الفريضة. إذا اكثارنا من النوافل معناته حمايتنا للفرض. الشيطان ما يقدر، ما نقدر نتخيل واحد يقيم الليل فجأة كذي ما راح يصير الفير، ما في كذي. الشيطان ما يقدر يسوي كذي. الشيطان ما يقدر يقول لك لا تصوم رمضان وانت قاعد تصوم اثنين وخميس وايام بيض، ما يقدر، ما يسوي كذي. فوجود النوافل معناته حواجز تمنع الشيطان وتصعب عليه وتأخره عن أن يوصل الفرض، فأنت قاعد تحمي فرضك. مثال ثاني لها عشان أوضحها، أنت واحد لاحقك بالشارع يبي طقك، دشيت باب السكة بيتكم، قعدت بالحوش، ممكن يحوشك، ممكن يوصل لك، شنو اللي بينك وبينه؟ باب السكة بس. زين
دخلت داخل الصالة، حميت نفسك أكثر منه. صار في باب الحوش سكة وباب الصالة. زين نزلت السرداب، صعدت على المهمة، دخلت داخل غرفة بالسرداب. أنت واضح كل ما حطيت نافلة فأنت دخلت داخل أكثر، خشيت الفرد، فالشيطان برا. عشان يوصل حق هذه الغرفة اللي بالسرداب قلنا لازم يدش باب السكة، يدخل الصالة وينزل تحت ويدش باب الغرفة. هذا كله يدخل 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 يكسر النوافل. فأنت إذا شفت نفسك يوم من الأيام الفرد صار عندك ثقيل وبدأت تتكاسل عن الفريضة، شنو الحل؟ لا تقول خلنا أنا اشتغل بالنوافل، رد الشيطان قري رده، هو الحين واصل حق الفرض، شو اسوي فيه؟ اقول له وخر شوي ورا، حط حاجز، ابدي صلي 12 ركعه. هذه 12 ركعه صلها راح تخليك تحافظ على الفرض، الشيطان يصير بعيد. صلي الوتر، صلي الضحى، صلي القيام، صلي كثر الحواجز اللي تحمي فرضك عشان الشيطان ما يقدر يوصل له. احنا اهم شيء قلنا فرض، خلينا ننجح. التفوق هذا من فائده التفوق مثل الطالب بالضبط. الطالب اللي يقول لك انا راح اتفوق اي بامتياز، انت تتخيل هذا انه يسقط؟ صعبه، ما يسقط. يعني اذا ممتاز جيد جدا نعرفه مجتهد وشاد حيله، اذا ممتاز جيد جدا. لكن يقول لك واحد ثاني يقول لك انا اهم شيء بانجح له على الحفه، هذا توقع يسقط ولا لا؟ ممكن يسقط. فاللي يقول انا بتفوق هذا اللي بيكثر نوافل حتى لو ما وصل حق اللي يبيه، على الاقل جيد جدا، لا زال النجاح وبعيد عنه يسقط، بعيد عن ان الشيطان يوصل حق فرضه انه يخليه يسقط هو في النجاح. لكن اللي بس ماسك فرضه ممكن يوم من الايام يسقط وما يتوفق. هذه الفوائد السته للنوافل. اول شيء اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا اجر هذه النافله، ثلاثه تكمله الفرض وسد النقص اللي فيها، اربعه يحبك الله سبحانه وتعالى، خمسه الدخول من باب هذه العباده في الجنه، باب الصلاه، باب الريان، باب الصدقه، سته وهي المهمه حمايه الفرض، وضع الحواجز بينك وبين الشيطان عشان ما يوصل حق فرضك ويخرب عليك، بالتالي تعتبر في السليم وتنجح ان شاء الله. أسأل الله يوفقنا ويجعلنا من أهل الطاعات والعبادات ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحفظ لكم لايف وأرجع لكم إن شاء الله حق سؤال وجواب.